من ضمن الحياة التعليقات اللي الحياة بتجيلنا وبتكون مفيدة جدا هي فكرة الانترفيوهات في البنوك. انترفيو بنك فاب مصر كان الانترفيو مشي على هذا الاساس، الاسم عرف نفسك، ودي من ضمن الاسئلة اللي لازم تاخذها في الاعتبار وركز عليها كويس قوي. الكلية، انت اتخرجت من كلية ايه واحكي لي على الحياة في الكلية، فلازم تركز على هذا الموضوع. اتخرجت امتى وعاوز اعرف كنت بتعمل ايه من بعد التخرج، وحاول تحضر برضك موضوعات على هذا الاساس. هل عندك خبرة سابقة؟ يفضل حتى لو خبرة في نشاط طلابي، تقول لي ما اشتغلتش نشاط طلابي، اتطوعت اي حاجة، ما تقولش لا ما عنديش اي خبرة في اي حاجة. طبعا لو اشتغلت في حاجة ممكن تقول اشتغلت في ايه او اتعلمت منها ايه، دي ايضا من ضمن الامور اللي ممكن انها تكون بالنسبة لك مفيدة وتساعدك كتير على هذا الموضوع. ساكن فين؟ دي برضك من ضمن الحاجات اللي بتؤخذ في الاعتبار، عشان لو في فرع قريب او فرع بعيد، طب انا من ارياف وهنا ليا شقه في القاهره، قول له ان انت هنا ساكن في القاهره وهكذا، يعني بس وضح له انك ساكن في القاهره وليك شقه، عشان بس في ناس بتتوتر وبتخاف من الموضوع ده. ليه بتحب السيلز؟ دي ايضا من ضمن الاسئله اللي ممكن تتسال لو هتشتغل في اداره السيلز. لو مش بتحب، لو هتشتغل حتى في فروع، في ناس بتبقى عاوزه ان حد يكون عنده على الاقل مهارات البيع علشان هو هيقنع العميل بقروضه وكده، فلازم كمان تمرك او تمنشن المواضيع دي. عاده الانترفيو السكند بيكون باللغه الانجليزيه، واحتمال بيكون ده كمان باللغه الانجليزيه، فحضر الاجابات دي باللغه الانجليزيه. البس كويس، بدله يا اما اسود غامق او نيفي بلو او رصاصي، القميص ابيض او لبني فاتح ولكن يفضل ابيض، والبس حاجه كده شيك بحيث انها تكون بالنسبه لهم مهمه، والبس حذاء ونظبط نفسك ويكون الشراب طويل، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير. وحضر الاسئله دي واقف قدام كاميرا كده وقدام مايك واقعد جرب مره واثنين وثلاثه عشان تكون الدنيا بالنسبه لك واضحه، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله تعالى.